يا لهوي. شوف ال 360 يا مدير. بص 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 شوف انا عادي بقى بين الثلاث عربيات دول. يا سلام عليك يا عم ميدو. اخباركم يا شباب؟ معكم محمد جمال من قناة العميد وحلقة جديدة في جي تي اي 5. يا لهوي يا جدعان، ايه ده ايه ده من اولها كده يا اسطى؟ طب اهدى شويه. في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على الحبيب قلبك يطيب. حبيت اشكركم يا جماعه على الدعم الرهيب اللي جه الحلقه اللي فاتت. اقسم بالله انتوا اساطير. حلقه النهارده ان شاء الله قررت اعدل عربيه نقل. هي في الحقيقه مش عربيه نقل يعني كبيره وكده وبتسحب مطرات، لا 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 لا، هي عربيه عاديه دايما بشوفها هنا في الطرق دي، بس ما بتبقاش موجوده هنا في المدينه. لا بنلاقيها احيانا في خط سريع، بنلاقيها احيانا في مدينه الصحراء، يعني ممكن نلاقيها عند المينا، يعني هي نوادر ما بتظهر. والعربيه دي يعتبر مثلا ليها حاجات بسيطه جدا، زي مثلا بيصلحوا بيها عواميد الكهرباء، ما اعرفش بينقلوا بيها شحنات، حاجات كده على قدها. فانا قررت اخد العربيه دي واحولها من عربيه عاديه ملهاش اي 60 لازمه لعربيه سباق. ومش بس كده، احتمال كبير احتمال 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 مش اكيد ان هي تسحب مقطورات. ايوه بالشكل ده. وشوفوا يا جماعه شكل الشاحنات الجديد عامل ازاي، شكلها جامد صراحه. يا ابني يا حبيبي الله يسامحك يا جدع، الله يسامحك يا جدع، خلتني كده اتشتت وانا سايق. لا اله الا الله. وبسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاكرين يا جماعه الدراج ريس اللي كان هنا؟ يا لهو على الضحك يا جدعان. لا هي شكلها مش هتبقى هنا يا جماعه، شكلنا كده هنطول لما نلاقيها. عموما خلينا نبدا ننطلق دلوقتي ونروح للبوينت المعمول لنا ده. العربيه دي اقسم بالله من كتر ما هي خفيفه، يا لهوي. بص بص شوف 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 الطلعه بتاعتها عامله ازاي. بص 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 بتحسها بتنفجر وهي طالعه. يا ليله الليل، مؤاخذه يا رجاله مؤاخذه، بس عندنا هنا حروب بس عيار. بالمناسبه حد فيكم قال يا عم ميدو بعد اننا بجي 504 من عناي؟ حاضر ان شاء الله ربنا يسهل، لو لقيتها هعدلها. يا دي الليل الواد ده يا اسطى كل يوم يسرقك من هنا يا اسطى. طب يلا انت وعجلتك اهو يا اسطى. يلا عايز حاجه ثانيه ولد؟ خد يا خد يلا يا ابن ال... والله لا لف لك، تعال عشان انت سقتني كل مره. الحق يا اسطى الواد سرق الموتوسيكل العجله بتاعتي، انت فين يالا؟ اشوفك بس، والله لو شفتك ما انا سايبك. نشوف ايه الكلام هنا. اوف 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 اوف، ليه الشكل عندك كده اتغير؟ ليه ده؟ ثواني بس يا رجاله، ترى عربيتي ده ولا ايه؟ مش فاهم حاجه. تعال يلا انت هو يلا، تعال يلا. ثواني بس يا رجاله، يا لهوي اضرب يا مدير. طب انا ايه بس اللي جابني هنا يا جدعان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استخبر الباب يا زكي اخواتك، استخبر. شو 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 الرجاله داخله عليه ازاي؟ يا ابني خلاص بقى يا ابني، يا ابني خلاص بقى يا ابني، حرام عليك يا ابني. تعال انت هو. التريبل ده على فكره بطيئه يا جماعه في التعمير، ما بعمرش بسرعه زي الناس، لازم يزهق الواحد. ما اعرفش ليه راح احارب الناس دي في ارضهم، يعني مش فاهم حاجه. واللي جايب عربيته مدخنه ده في ايه بالظبط؟ ده انا هنفخكم انتوا الكل. استنى بس استنى بس يا باشا، تعال يا معلم، محدش قادر عليكم. ها محدش قادر عليكم، تعال والله ما انا سايبكم. تعالوا تعال. مين تاني؟ في حد هنا؟ انت يا اسطى جاي لي من ورا السور يا اسطى. لا قلبك جايبك بقى يا اسطى. المشكله يا جدعان التاثير ده رخم، والله ما شايف منه حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت تعال يا ابني انت هو، تعال تعال. تركب العربيه ليه انت؟ ده ايه ده؟ هو ايه اللي حصل من شويه ده؟ هو في حاجه حصلت؟ يعني انا كل دلوقتي اللي استفدته ان انا عربيتي بس اللي راحت فيها. لا اله الا الله. طب فين عربيتي يا جدعان؟ يقول لك والله احنا ما نعرفش وما لناش دعوه بيك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دخلت هنا اتسرقت وكده، شكرا. روح روح بقى، شوف انت رايح فين. السلام عليكم، مغزر اس. والله انا مش قصدي. ايه تخينه يا لهوي، كنت عايز اشوط التخينه دي. بص 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 يا جماعه، شوف التخينه دي تجري ازاي. وي بوم يا له. طب هو مين مين اللي في ايه؟ هو ايه اللي حصل من شويه؟ يا جدعان حرفيا العربيه مش لاقيها، بقالي كتير قوي بلف في المدينه ما لقيتهاش. هو ليه الحاجه اللي انا بعوزها ما بلاقيهاش؟ نفسي افهم جراند فاهمه ازاي دماغي، نفسي افهم والله. هي اخر منطقه يعتبر يا جماعه هندور فيها، بعد كده نمسك الخط السريع. المنطقه دي المفروض من الاخر يعني بتجيب لك كل العربيات اللي هي يعني تبقى خدمات بس. يا رب انا مش عايز ادور كتير يا رب. اوه شفت يا جماعه الحركه؟ شكلنا كده هنمسك الخط السريع بعد اسبوع 28 يوم. هي يا جماعه العربيه، خد يلا يا حرام يا ابن ال... اقف يلا اقف يلا اقف 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 اقف. لا ده معاند يا جدعان. طب تعال انت اللي جبته لنفسك بس كده. ايه على البوليس اللي جالنا. يلا يلا مش مهم مش مهم مش مهم مش مهم، المهم ان احنا جبنا العربيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا بس ناخدها بسرعه ونبدا نتحرك من هنا قبل ما البوليس يوصل للموقع ده، لان لو وصل للموقع ده هيشوفنا. هي دي العربيه يا جماعه، شايفين عامل ازاي؟ بص كده عليها من جوه، هي دي العربيه. دلوقتي العربيه دي هتتغير اصلا بشكل كامل، يعني انت احفظ شكلها كده عشان العربيه دي يحصل لها كميه تغيرات مش طبيعيه. بس يا رب يا رب تطلع تسحب المقطوره، يا رب يا رب، ده اللي انا بتمناه بس. اب 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 في بوليس في بوليس في بوليس. ثواني يا اسطى غير الاتجاه. ده حرفيا العربيه بتجري بالعافيه يا جماعه حرفيا. خلي بس اخد يمين كده سنه قبل ما يلقطني الرادار. ايه لقطني الرادار. عادي عادي مش مهم مش مهم. يا لهوي يا جماعه العربيه دي حزينه، يا نهار ابيض. شوفوا يا جماعه سريعه جدا، بسم الله ما شاء الله عليها. بس هي اصلا العربيه دي يعني شغلتها ايه اصلا غير ان هي بتصلح كهرباء وكده؟ اصل انا برضه شايف بصوا يعني هي بس كده بتشيل خشب كده وتشيل حاجات خفيفه كده على ضهرها وشكرا كده. طيب وبعد كده
انا بصراحه ما اعرف، خلينا هدي عشان البوليس ده. شو 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 ورد حد فيكم يسالني سؤال يقول لي ايه يا عم ميدو العماير اللي هناك دي؟ اصل انا شايف اول مره نشوف العماير دي يا عم ميدو. اقول لك اتقل تاخد حاجه نظيفه، ما هو ده السر بتاع النهارده واللي هنقيس فيه قدره العربيه دي ان شاء الله هناك. ربنا يسهل ان شاء الله. ممكن تفحيطها بس كده العين يا سلام على التفحيط، تخيل العربيه انا اللي بتفحط. لا اله الا الله، معلش يا ريس احنا اسفين. بص 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 التفحيط على البطيء يا جدعان، لا اله الا الله. بس حلوه يا جماعه العربيه دي على فكره، يعني ليها ادراك كده في الجناب يمين وشمال، اكيد العربيه دي ليها ميزه. طب مثلا لو ضغطت خمسة او بتاع، لا مفيش اي حاجه. افتح يا بني حبيب قلبي يا اسطى. وبسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا معلم بني، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بصوا يا جماعه احنا هنشوف التعديلات اللي هتكون ماشيه على العربيه دي ايه ونجربها، وبعد كده هنخلي المعلم بني بقى يدي لها الشكل الجديد بتاعها والستايل الفخم بتاعها، ونبدا نعدل عليها ونوريكم شكلها. اول حاجه اللوح بس بتتعدل، الكاوتشات ما اعتقدش ان هي هتتعدل، مش كده؟ اه ما ينفعش تعدل فيها اي حاجه حرفيا يا جماعه، ولا لون حتى تقدر تعدله فيها. فين يا جماعه مفيش اي حاجه تقدر تعدلها فيها؟ طب بالنسبه للنوافذ نقدر؟ ولا حتى يا جماعه تقدر تدي لها لون النافذه بتاعتها ولا اي حاجه. ايه العربيه الرخمه دي؟ فلذلك قررت انا العم ميدو ان احنا هنغير شكل العربيه من الشكل ده للشكل ده. ها قولي لي رايك في شكل العربيه. طبعا العربيه يا جماعه رفعناها شويه، شلنا كل الكركبه اللي ملهاش لازمه من هنا، وغيرنا الماتور. طبعاً صوت الماتور هتسمعوه بره كده كده. فخلينا بقى نبدا بقى التعديل بقى كده واحنا ايه بقى مروقين دماغنا. اول حاجه ندخل كده على البليت، هنخليها اخر حاجه. بص بقى يا باشا شوف الجناب، بس انا بصراحه عاجبني كده الحته اللي داخله من هنا دي، شكلها رهيب جدا، هنسيبها على دي. ندخل بعد كده على الكاوتشات، والكاوتشات بقى دلوقتي احنا عندنا صراحه ان احنا نحط اي كوتش احنا عايزينه. بص 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 يعني حرفيا يا جماعه العربيه يا لهوي، بس انا بصراحه عايز كده اشوف كاوتشات الافرود هتبقى عامله عليها ايه. يا لهوي على الكاوتشات دي يا جماعه، والله الكاوتشات دي انا ما اعرفش بصراحه بتتلون بناء على ايه، يعني مره لونها ابيض مره لونها كروم، انا ما اعرفش الصراحه. بس صدقوا يا جماعه اللون الابيض عليها كويس جدا. بص 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 شوف اللي هنا. لا عارفين الكاوتشات دي يا جماعه لو حطينا كاوتشات لازم تبقى عريضه شويه عشان تقدر تستوعب الحجم المهول ده، بس والله يا جماعه الكاوتشات دي شكلها حلو. خلاص خلينا نختارها كده نجربها نشوف دنيتها، ما عجبتناش يبقى نغيرها عادي ما فيش اي مشاكل. وعندك برده هنا كاوتشات رياضيه، بصوا في كميه كاوتشات هنا مش طبيعيه. بس انا عايز اجرب عليها كده كاوتشات بيني اشوف شكلها عامل ازاي. واو على كاوتشات بيني. وال ثواني يا جدعان، بس بصوا 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 شوف 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 الكاوتشات عامله ازاي. يا نهار ابيض تخيل العربيه يبقى شكلها عامل كده. طب والله شكلها رهيب الكاوتشات دي. طب خلينا ندخل كده على الستايل الثاني بتاع الكاوتشات. اوف هي كده كده يا جماعه العربيه دي اصلا هتبقى عربيه سباق، فما اعتقدش ان هي هتقدر تمشي في الجبال وكده، بس ممكن يعني نجربها يعني. ودي الكاوتشات بتاعت الاف 1 يا جماعه، شوف شكلها عامل ازاي. يا لهوي بس انا مش مقتنع بيها دلوقتي. عموما 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 خلينا نحط لها كاوتش من كاوتشات بني، وليكن الكاوتش ده. ليه يا عم ميدو؟ لان الكاوتش ده لما يجي يتلون هيبقى شكله رهيب جدا. ندخل بعد كده على الكشافات، هندي لها اللون الابيض كالعاده. بالنسبه للون بتاعها انت عندك ما عندكيش؟ اه عندها ليفرز يا جماعه. وال بس انت ليه يا اسطى كده لازق؟ يعني بعايزك كده ممكن ترجع لي. ايوه كده يا اخي رجع لي ورا شويه يا اخي عشان نقعد نتفرج براحتنا. شايف 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 الاشكال اللي عليها؟ انا بصراحه متحير اختار لها شكل ايه، بس الشكل ده جامد عليها. خلينا نختاره، بس ما اعرفش هل الشكل ده هيخليني اقدر اغير لون الشاحنه ولا لا، ما اعرفش الصراحه. بس هنجرب هنشوف ايه الدنيا بتاعتنا. نرجع بعد كده للالوان بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا كده نشوف الالوان. اه كده يا جماعه الليفر نفسه تقريبا مش هيتغير. استنوا كده ما نشوف الاول قبل ما نحكم. اه يا جماعه الليفر بتاعها كده مش هيتغير، فانا مضطر الصراحه ان انا اغير الليفر ده. طب استنى استنى خلينا كده نشوف لها كده لون كويس كده وابن ناس. بالنسبه للهود بتاعها او الكشافات بتاعتها، نجيب لها كشافات الدوائر دي، شكلها لذيذ كده. هو غطى كده بس الكفر الامامي. الليفر بتاعها اوف 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 اوف. لا 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 خلاص هو ده يا جماعه، اخترت رسم فهم نصب ده. نشوف بقى السبويلرات بتاعتها اللي ورا بقى. يا نهار ابيض شوف شكلها بقى عامل ازاي. يا ليله الليل ده ايه العربيه دي؟ وال بصوا يا جماعه ده انا اقدر اسحب عليها مقطوره تصدقوا، بس احنا مش عايزين مقطوره خلاص كده، خلينا نحولها يا عم العربيه زي دي. اوف ده كله سبويلر يا جدعان. يا نهار ابيض ده انا اصلا مش شايف السبويلر من الكشاف بتاع بيني ده. نبدا نحط لها التربو ونخلي ازازها لون اسود. خليني ادخل بقى على الوان الكاوتشات بتاعتها. بما ان العربيه بتاعتنا فيها لون اخضر فانا هخلي الكاوتشات فيها لون اخضر برضو. يعني تقريبا يا جماعه هو اللون ده قريب كده من لون العربيه. بسم الله ما شاء الله. نبدا نحط لها بقى الدوائر البيضاء كده عشان تبقى ماشيه مع العربيه بالظبط. خلاص هندي لها اللون الابيض بالشكل ده ونخليها ضد الانفجارات، وكده اعتقد ان العربيه جاهزه بشكل كامل. ايوه بالظبط كده. بعايزك بقى ممكن تطلع كده بس عشان نسمع كده صوت العربيه، تخيل شكلها كان عامل ازاي وشوف شكلها عامل ازاي. طبعا يا جماعه لسه ما خلصناش التعديلات بتاعتها بشكل كامل لان لسه فيها شويه تعديلات كده بسيطه جدا، بس عموما انت شايف شكل العربيه عامل ازاي. اسمع بقى صوتها ديم على الصوت يا جدعان، والله الصوت خطير. عايزين دلوقتي نعرض كوتشتها شويه عشان زي ما انتم شايفين المنظر العام من ورا شكله مش حلو. ندخل هنا وندخل على الويل ونبدا بقى ايه. لا لا معلش كده ممكن نصغر برضه حجم الكوتشات شويه صغيرين. ايوه نخليها كده صغيره وبعد كده نبدا نتخنهم بقى. بص 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 ايوه هو ده اللي انا عايزه بالظبط، هو ده المطلوب اثبات. شايفين يا جماعه شكل العربيه عامل ازاي؟ يا نار ابيض على الجمدان. طب معلش كمان سنه كمان. يا لهوي على شكل الكوتشات يا جدعان.
شوف الكوتشينه عامله ازاي. يا نهار ابيض، ده ايه ده؟ طب دي هتمشي عادي؟ دي هتمشي عادي زي الناس يعني؟ انا بصراحه ما اعرفش والله. بس ندخل بعد كده على المساعدين، عايزين بقى نهبط العربيه كمان شويه. بس ثواني بس كده نعدل بس الكوتشات بتاعتها عشان كوتشاتها مايله، وانا بصراحه ما بحبش العربيه اللي كوتشاتها مايله. خلينا ادخل الكوتشات اللي ورا كده يعني، تمام كده، وممكن نطلعها سنه هي كده مظبوطه اصلا. بس الكوتشات الاماميه برضه عايزين ندخلها كده سنه لجوه. ايوه بالشكل ده، شفت الشكل بقى عامل ازاي؟ نبدا بقى نعمل ايه، ننزل العربيه تحت شويه. ايوه بالشكل ده، شوفوا بقى شكل العربيه بقى عامل ازاي. انزل يا باشا فرجهم يا باشا بعد اذنك، ووريهم شكل العربيه عامل ازاي. بص 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 بص، شايف العربيه؟ قول لي ايه رايك فيها. طب استنوا كده، عايز اعمل حركه تانية بس عشان بس الايه المنظر يظبط شويه. ونسيت اوريكم الداخليه يا جماعه. بص شايف الداخليه عامله ازاي؟ اتحولت بالكامل ان هي خلاص دي عربيه تراك يا جماعه، عربيه سباق دي من الاخر. بس انا عايز اعمل الحركه دي وانزل بقى من العربيه. انا بصراحه بحب كده الكاوتش يبقى محاول. اوف، ده في عربيه تانية هنا واقفه هنا يا اولاد اللذينة. طب ما اكمل قوي يعني، ده الف اللفه دي كلها وفي الاخر في عربيه واقفه هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه رايكم في شكل العربيه؟ بذمتكم شكل العربيه جامد؟ بص 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 على الحلاوه. يا نهار ابيض يا جماعه، لا وكل كوم والسبويلر اللي ورا ده كوم. يا لهوي على الحوارات يا جماعه، شايفين الكاوتش من ورا عامل ازاي؟ يا نهار ابيض، حانت الان اللحظه ان احنا نجرب فيها العربيه بتاعتنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الحال يا رب. بسم الله، انا عايزكم بقى تسمعوا الصوت وتمزجوا بيه. اسمع، شوف بقى لما جفرك. يا نهار ابيض يا جدعان على الفرق بتاعها، ده رهيبه. لا والكوتشات بتاعتها لذيذه جدا. شوف 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 شوف. بس انا بصراحه حاسس ان السبويلر ده عامل لي حوار كده في وشي، اللي هو مش حاسس كده ان في اختلال في التوازن وهو ماشي. والله تحس العربيه فيها حاجه غلط. ويهو، يا لهوي يا جدعان على الاكشن. يلا انت اهو، يلا ولا ولا ولا. استنى يا جماعه بس نمسك خط كده الاول. يا لهوي يا جدعان، ده من كتر ما بتفرك يا جماعه العربيه. هي ليه دفع خلف يا جماعه؟ مش المفروض تبقى دفع رباعي على العربيه دي؟ يا لهوي. يا لهوي يا جدعان. لا والتريبل عادي يشتم فيهم اللي هو ايه. يلا انت اهو، يلا. ايوه يابا، ايوه يابا على العربيه اللي مش عارف اسيطر عليها. طب انت رايحه فين يا حاجه؟ يا نهار ابيض، ده كله سبويلر. بسم الله الرحمن الرحيم، وسع. يا لهوي يا جدعان عندك. ايوه يابا على الطف. ايوه هي دي، هي دي التركيه اللي انا بحبها برضو، ان تلاقي العربيه كده بتقعد ترمي من ورا. بس انا عايز بقى وهي بترمي كده تلم نفسها شويه. بس والله يا جماعه البتاع اللي ورا ده عامل لي اختلال في التوازن. والله يا جماعه انا بفكر ارجع اغيره. لا يا جدعان صعب صعب بالنسبه لي. هو عربيه الدرس دي جايه تجري ورايا ولا ايه؟ هات كده من جوه يا اسطى. والله يا جدعان انا حاسس من جوه قبل بكت. يا لهوي، شفت القلبه اللي حصلت دي بسبب السبويلر اللي ورا. لا يا جماعه اقول لكم على حاجه الصراحه، هو السبويلر جامد صراحه يعني، بس انا حاسس السبويلر اوفر شويه. خلينا نرجع تاني للمعلم بيني، ولا اقول لك مش شرط المعلم بيني، خلينا نروح لاي محل حلاقه هنا. افتح يا حاج، الله يبارك لك، افتح افتح. شو شو شو. الجراج لما بعدت سنه راح قافل. الله، شفت يا جماعه الحصان اللي حصل؟ لا اله الا الله، رايحه فين يا حاج؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب خلاص خلاص، خليك ثابت زي ما انت. يا نهار ابيض، السبويلر ده عامل حوارات يا جماعه اقسم بالله. اقول لك على حاجه، نفسي الصراحه اجرب الموضوع ده على كده، عايز كده اشوف هقدر اسحب مقطوره عليها كده ولا لا. شوف شوف شوف، مش عارفه تطلع. اوب، ده محجوزه فين؟ والله تريبل ده حوارات وحوار يا جدعان. ما تطلع يا اسطى، في ايه يا اسطى؟ بص 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 بص، لا حول ولا قوه الا بالله. اخر ما زهق سابني انا اطلعها. ايوه هطلعك برضو، هطلعك برضو. يلا 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 يا تريبل قفوا. يا اخي كده تحس العربيه انت في، هو في برضه حاجه غلط بس احسن من الاول بكتير. خلينا دلوقتي بقى نجربها كده ونشوف سرعتها من غير السبويلر. المفروض السبويلر اصلا هو اللي بيثبت العربيه من ورا، بس عموما خلينا نشوفها كده، يمكن عايزه مقطوره ولا حاجه تسحبها. يا لهوي. وسع يا، وسع يا بعربيتك دي يا سلام. بص يا جماعه من جوه عامله ازاي. يا لهوي، انت دلوقتي ملك الطريق حرفيا. اوبا يا ليله الليل. انتوا تعرفوا يا جماعه ان انا نسيت اعمل مقارنه بينها وبين العربيه البيضه اللي كانت مركونه، اللي هي اختها بالظبط قبل التعديل. يا نهار ابيض، ازاي نسيت حاجه زي كده؟ بس ما اعرفش العربيه اللي ماشيه قدامي دي نفس العربيه دي ولا لا. خلينا كده نبص. هي بص يا جماعه قريبين من بعض شويه. صدقوا يا جماعه هي نفس النوع، بس شايفين يا جماعه شكل العربيه عامله ازاي؟ يعني العربيه دي اصلا في منها كذا نوع. بس سيبك انت، خلينا نشوف اقصى سرعه ليها قد ايه. طب انا ازاي هشوف اقصى سرعه يعني في وسط الزحمه دي؟ يا رب انك ترحمني يا رب من الزحمه دي. وسع يا ابني انت اهو يا ابني، وسع يا ابني. لا اله الا الله. شوف 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 شوف، وسع على القطر. يلا القطر يا ابني اللذينه. اوه مان، يا لهوي يا جدعان، يا لهوي، ده صاحبك ده اكل هوا يعني، لو كان عايش مات برضه. بص بص بص، شوف التفحيط. عمرك شفت عربيه نقل بتفحط؟ انا اوريك دلوقتي عربيه نقل بتفحط. بس انا بس اشيل العيال دي. بص شوف التفحيط يا جدع، شوف ال 360 يا مدير، هو ده المطلوب اثباته. ايوه كده، العربيه يا جماعه اللي بتعمل 360 بتبقى عزيزه جدا على قلبي. اقول لك ايه، خلينا كده نجرب نسحب اي حد معانا، نشوف العربيه دي هتقدر تسحبه بسرعه قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، لو سمحت يا رجاله كل اللي ورايا وسع، انا عايز اخرم من هنا الصراحه. ويهو،
على فكره يا جماعه ده انا شد العربيه عادي، اللي هو انت رايحه فين يعني؟ العربيه دي لو مثلا حضرتك تنفجر بس كده. شوف قبل ما اكمل الكلمه اصلا انفجرت، سبحان الله. والله يا جماعه انا متحمس جدا للعبه جي تي اي 6 لما تنزل. يا الله لما تنزل. بقول لكم ايه صحيح، خلينا ندخل هنا على الدراج ريس ونشوف عربيتنا هتقدر تفوز عليهم ولا لا. تقدري تطلعي اوف رود يا بنت اللذينة؟ ده مشيت اوف رود يا جماعه بس اتقلبت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. بصوا شايفين العربيه دي سابق يا اسطى؟ شوف يا جماعه ده، يا نهار ابيض. اه يعني انت يا اسطى، استنوا يا جماعه، هو العربيه دي كانت مركونه؟ الحمد لله على السلامه. هو تقريبا يا جماعه السباق بين الاثنين دول ولا ايه؟ اه ده السباق بينه وبينه. يلا يلا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. نفسي افهم. اوف شوفوا يا جماعه الماتور اللي على الكرفان عامل ازاي. كان في حد فيكم قال يا عم ميدو احنا عايزينك تعدل الكرفان؟ ان شاء الله ربنا يسهل. بفكروني كده في التعليقات كل فتره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوس يا مدير. ايه يا اسطى مش ايه يا اسطى؟ شد يا اسطى. هو ليه يا جماعه خايف يشد ده؟ جماعه هو ده بيشد ولا متهيألي؟ والله بيشد ابن اللذينه. وات بس انا سبقته برضو، ما توقعتوش كده والله. ده طار. مع السلامه يا برو. يا لهوي يا جدعان، مشكله والله العظيم. المطار ده بالذات لو انت مش فاهم له كويس هتيجي تبص تلاقي نفسك رحت فيها. ايوه عطيلي يا مدير دريفت يا اسطى. انت وقت ما تعمل دريفت يا اسطى تعمل في الصندوق لا اله الا الله. هل من منافس يا رجاله؟ انا عايز حد يسابقني يا جدعان. لا حول ولا قوه الا بالله. هو تقريبا كده يا جماعه ما فضلش الا العربيه دي، هنسابقها ونبدا نروح بقى للطرق والمدن والعماير اللي انتوا بتسالوا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اتجاوم يا اسطى. يا لهوي ده خبط البنت ضربها ابن اللذينه. يا اسطى انت ما سبتش حد الا ما ضربته يا اسطى، في ايه؟ والله انت كده يا اسطى شكلك كده هتزهقنا. ايه ده العربيه بتمشي لوحدها ازاي؟ سبحان الله. شكلك كده يا اسطى هتزهقنا معاك. هعد بالظبط لثلاثه، لو ما عدلتش عربيتك هتنفجر دلوقتي وهاخد بعضي وامشي. يا عم زهقتنا بقى يا عم. وادي يا عم البتاع الاخير اللي شايف نفسه جامد. يلا يا جدعان انتوا تقعدوا تزهقوا فينا بقى، بقالي ساعه مستنيكم انتوا الاثنين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. 360 بقى يا مدير. ايوه 360 يا اسطى. يا اسطى انت علقت ولا ايه؟ وسع يا ابني. اوبا ده في بوليس. لا يا اسطى ما حدش هيمسكني فيكم. معلش معلش والله انا مش فاضلكم انتوا الاثنين. معلش والله ورايا سباقات كده كتير. وسع على وسع على يا ابن اللذينة. هي العربيه على قد ما هي عنيفه يا جماعه على قد ما هي خفيفه جدا برضو. يعني سبحان الله عربيات السبورت دي كلها خفيفه جدا. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سخن يا مدير سخن. ده هنفخك انت. انت شايف نفسك يعني عربيتك الجامده دي؟ جو يا جدعان انتوا بتهزروا، احنا عايزين عربيات بتجري يا جدعان. ايه العربيات دي يا جدعان؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله يا جماعه حرفيا عربياته اوبا يا جامد. يا وقف عندي. عيب عليك يا باشا. بس انت يا اسطى عربيتك بطيئه يا اسطى. ايه ده يا اسطى انا خدت منه 160 جنيه بس؟ لا ايه ده 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 مش دي نفس العربيه بتاعتي؟ اه والله يا جماعه تصدقوا نفس العربيه اللي انا راكبها بالظبط. عموما انا بقول لك فيها فلوس كده، خلينا نشوف هتدينا قد ايه دي. بس فجر يا غالي. ايوه متشكرين لحضرتك جدا يا فندم. يا رجاله بعد اذنكم بس انتوا بتضربوا عليا نار ليه؟ انا جيت جنبكم. جيت جنبك انت وهو. انا جيت جنبك. انا لمستك. تعالى يلا. بس والله يا جماعه تصدقوا العربيه دي يعني في اللعبه هنا لها مهمات كتير. يعني انا مش على قد ان هي بس شغاله في الكهرباء والحاجات الخفيفه دي. يعني العربيه بتاعت اللي انا راكبها دي هي نفس العربيه اللي قدام دي. زي ما جاش في بالي صحيح ان انا اجرب نفس العربيه دي. والله كنت اجير العربيه دي ونظبطها ونعملها، كان هتبقى هي. عموما كده خلاص احنا اكتفينا من الدراج ريس. عايز دلوقتي اشوف اقصى سرعه العربيه بتاعتي كام، لان انا زي ما انتم شايفين انا شايف صراحه ان هي داخله على 300 بس مش عارف اجيب اخرها يعني في السرعه. فان شاء الله الحل يكون عند الجسر ده، ومنها ان شاء الله نطلع على العماير اللي انتم شفتوها في بدايه الحلقه ان شاء الله ربنا يسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بص شوف شكل العماير هناك عامله ازاي، خرافيه مش كده؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الحل. يا رب ايه ده يا جدعان اللي حصل ده؟ هو في حاجه حصلت؟ متهيألي لا. يلا بسم الله. شوف يا مدير شوف السرعه عامله ازاي، شوف العداد. اوف 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 300 وكام؟ 320 يا جماعه تقريبا. يا نهار ابيض تخيل العربيه جايبه 320 بالظبط. وال على السرعه يا جدعان اقسم بالله العربيه دي جامده اخر مليار حاجه. دلوقتي حتى اللحظه احنا نتنقل للعماير اللي جنبنا. بعد 3 2 1 وي زي ما انتم شايفين يا جماعه الطريق عامل ازاي. وال على الطريق الاسطوري يا جدعان. طب ده ينفع للتفحيط ده؟ اه والله ينفع للتفحيط. ايوه ايوه اديله. طب ليه يا اسطى كده يا اسطى؟ ليه كده يا اسطى؟ ليه 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 تيجي في ظهري كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي والله ما عندهمش خصوصيه العيال اللي هنا دي، يعني الحارات كتير والدنيا حلوه. بص 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 اوف اوف شلنا العربيات دي كلها. لا حول ولا قوه الا بالله. يا نهار ابيض دلوقتي الشرطه الاماراتيه تطلع تجري ورانا. شرطه الاماراتيه يا عم ميدو؟ ايوه ما احنا دلوقتي في الهاي واي بتاع الامارات، وان شاء الله الحلقات الجايه هنروح الامارات نفسها ونبدا نلف فيها، لان في حته عربيه جامده هناك ان شاء الله في حد فيكم كان طالبها
بتشوفها مني ان شاء الله مش هتكون موجوده الا في الامارات دي، فربنا يسهل ان شاء الله. وبسم الله الرحمن الرحيم. الله 360 يا شيخ وحيت ابوك. ليه اللي عمال بتعملش 360 يا جدعان؟ ايوه يابا شوط عادي عادي ما فيش اي مشاكل. شوط اللي بعده. ايوه يا مدير هو ده اللي انا عايزه بالظبط. يا سلام عليك يا زلمه. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. هات كده من جوه. هو يعني تحس كده الطريق برضه وال الصدق يا جماعه دي حلوه دي، انت تقعد تعدي من بين العربيات. والله الصدق دي جامده، انا ما خدتش بالي من الحته دي. شوف 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 وي ولا خبطه ولا خبطه. بص بقى شوف انا هعدي بقى من بين الثلاث عربيات دول. يا سلام عليك يا عم ميدو. وخد بقى يمين. ايوه خد شمال يا عم ولا خبطه يا عم. ده دريفت على فكره. بص بص شايف الدريفت عامل ازاي. وتقريبا الواد بتاع التوج بتاع الشارجر ده تقريبا بفحط معايا. يلا 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 يلا. اوبا الله اكبر عليك يا زلمه، الله اكبر عليك. بسم الله ما شاء الله عليك. للامانه يا جماعه العربيه رهيبه والله، رهيبه جدا 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 جدا. بس مشكلتها ان هي خفيفه شويه من ورا. صحيح، احنا عايزين دلوقتي نشوف هل العربيه دي تقدر تسحب مقطوره معاها ولا لا. ولو سحبت مقطوره هل هتمشي بنفس السرعه اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي 320 بالظبط؟ بس وانا بس اعدي من هنا. الله هو ده المطلوب اثباته. يا اخي يسعد دينك يا زلمه. ينصر يسعد دينك، لا ينصر دينك يا زلمه. وال يا جدعان على الاكشن. وبص بص 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 دي حركه على فكره، دي حركه مش اي حد يعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله بسم الله. شبكت والله شبكت. الله اكبر. ايش ده يا زلمه؟ ما نشوف كده هتقدر تسحبها على سرعه كام دي. معقوله يا جماعه تجيب تقفل العداد؟ معقوله والله قفلت العداد بنت اللذينه. بس انتوا عارفين انا حسيت العربيه بقت ثابته شويه على الاول، صدقوا. ويديله بقى تفحيط كده. يا سلام عليك والمقطوره فصلت. يا نهار ابيض على الجمدان. وبكده يا شباب نكون وصلنا الحلقه. اشوفكم على خير في حلقه جديده وفي امان الله. مع السلامه. واكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين ايه العربيه الجايه. يلا سلام. والمحطش لك حط لايك، حط لايك. لايك لايك لايك، لان بصراحه اكتر حاجه مزعلانه والله العظيم الناس ما بتحطش لايك. دي بيدخل يتفرج وما بحطش لايك، مشان عليه يدوس كده بصباعه على زرار اللايك او الاعجبني بمعنى صح. هلو ايفريوان، ماي نيمز ميدو. اشترك في قناتي. انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.